أهلا بحضراتكم. ولا تزال تغطية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مستمرة تحت مسمى الحرب الوجودية. تبرر إسرائيل دوما لمواطنيها أسباب خسائرها الهائلة في قطاع غزة، ولأنها حرب وجودية سيكون لها ثمن، واليوم كان الثمن باهظا. 24 ضابطا وجنديا من قوات الاحتلال قتلى في المغازي بقطاع غزة في ضربة هي الأقوى لجيش الاحتلال منذ بداية الحرب. هذا الثمن الذي يروج له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يقبل الإسرائيليون دفعه، فهم يتملكهم غضب عارم بسبب طريقته لإدارة هذه الحرب، ناهيك عن رفضه جميع المقترحات الخاصة بتحرير المحتجزين القابعين في غزة مقابل إخماد نيران الحرب. تلك الحرب التي تجاهد بعض الدول العربية وعلى رأسها مصر وقطر لإنهائها من خلال إتمام صفقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين مقابل تبادل المحتجزين، لكن النتيجة تعنت إسرائيلي ورفض قاطع من قبل نتنياهو لأي حلول من شأنها أن تضمن للفلسطينيين إقامة دولة خاصة بهم. ليس هذا فحسب، فإسرائيل قدمت مشروعا سبق أن قدمته عام 2017 لإلقاء أهالي غزة في جزيرة صناعية في البحر المتوسط، مقترح كان بمثابة صدمة لحلفائها الأوروبيين الذين عملوا مؤخرا على إيجاد حل للأزمة الراهنة. نتابع المزيد في هذا التقرير. على طاولتهم المعتادة ينهمك حاليا قادة الاتحاد الأوروبي في مباحثات من شأنها أن تخلق محادثات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لتفضي في النهاية لتحقيق ما يسمونه سلام في الشرق الأوسط. لكن في خضم هذه المباحثات التي تبدو جادة هذه المرة، فجرت إسرائيل قنبلة في وجه قادة أوروبا باقتراح ليس جديداً، أصابهم بصدمة كبرى وخيبة أمل عارمة. مقترح إسرائيل القديم الجديد يسعى للتخلص من سكان غزة حتى وإن ألقوا بهم في جزيرة صناعية في عرض المتوسط، لتتحول المباحثات الأوروبية إلى مشهد سريالي تطفو فوقه إسرائيل التي سبق أن أعلن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو رفضه التام لإقامة دولة فلسطينية من الأساس، غير أن نتنياهو الرافض رفضاً قاطعاً لإقامة دولة فلسطينية يقبل اليوم فكرة التفاوض مع قادة حركة حماس. ليس هذا وحسب، وإنما يقدم مقترحاً على أساسه تعقد صفقة لتبادل المحتجزين ليتخلص في الوقت نفسه من الضغط والغضب الإسرائيلي تجاهه بسبب قضية المحتجزين في غزة حتى اللحظة الراهنة تحت النيران والقذائف الإسرائيلية. من أجل صفقة كهذه تنخرط كل من مصر وقطر وواشنطن لإتمام اتفاق يقود لوقف الحرب برمتها، على المدنيين هناك يلتقطون أنفاسهم ويضمدون جراحهم ويدفنون أمواتهم. لكن لا بوادر تلوح في الأفق حتى هذه اللحظة، وإن كانت آمال أهل القطاع تتعلق كلها على نجاح هذه المفاوضات. لقراءة تحليلية أعمق ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ خالد داود مدير تحرير الأهرام ويكلي. أستاذ خالد أهلا وسهلا. ما أمامنا يقول أن وسائل الإعلام العبرية تتحدث عن مقترحين تحدثت وتقدمت بهما إسرائيل. الأول ينص على تحرير جميع المحتجزين طبعا وفق خطط معينة واستراتيجية معينة دون وجود أي رؤية لوقف إطلاق النار. الثاني يتحدث عن رحيل كبار قادة حركة حماس مع وجود رؤية شاملة لوقف إطلاق النار. قراءتك بداية؟ نعم، مساء الخير أستاذة آية. يعني أعتقد أن الحدث الأهم والأبرز الذي سيؤثر ربما على كل المقترحات الإسرائيلية وفرص التوصل لوقف إطلاق النار هو ما تعرضت له القوات الاحتلال الإسرائيلي أمس في قطاع غزة، وسقوط هذا العدد الكبير من الضباط والجنود الاحتياط في هجوم واحد، يتحدثون عن 24 سقطوا في أمس في منطقة
قريبة للغاية في من الحدود مع مستعمرات ما يسمونه بغلاف قطاع غزة، أي في شمال قطاع غزة، تلك المنطقة التي قال وزير الدفاع الإسرائيلي جالنت مرارا وتكرارا أنه تم السيطرة عليها بشكل كامل ولم يبقى سوى جيوب صغيرة للمقاومة، ولكن ها هي المقاومة الفلسطينية يعني تلحق خسارة فادحة للغاية بالجيش الإسرائيلي، والكلمات التي تتردد من قبل الإسرائيليين أنفسهم أن هذه كارثة، هذه مأساة، هذا زلزال. فبالتالي يعني هذا الأمر أعتقد أنه سيكون له توابع على مختلف المقترحات التي سيتم تقديمها وتداولها في الأيام الحالية بشأن الوصول إلى على الأقل هدنة جديدة تسمح بتبادل الأسرى والسجناء، وتسمح أيضا بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ولكن المؤكد أن هذه العملية وهذا العدد الكبير من الجنود الإسرائيليين الذين سقطوا في قطاع غزة سيضغط أو يزيد من الضغوط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته لكي يتم البحث عن مسار واضح لكيفية إنهاء هذه الحرب، بعد أن اتضح بكافة الطرق يعني والدلائل أن الاستراتيجية التي يتبعها جيش الاحتلال على مدى تقريبا الشهور الأربعة الماضية لم تحقق الأهداف المعلنة. وهذا أمر بتنا نسمعه بشكل متكرر من المسؤولين الأمريكيين والمسؤولين الأوروبيين، أنه مضى الآن يعني نحو يعني 109 يوم أو 108 يوم منذ انطلاق الحرب، ولم يتم تحقيق هدف تدمير حماس، ولم يتم طبعا إطلاق سراح أي أسير إسرائيلي واحد فقط عن طريق القصف الإسرائيلي المتواصل واحتلال مناطق كثيرة من قطاع غزة. وما يترتب عليه فقط يعني وفقا لمختلف المسؤولين هو يعني تعميق لغرق إسرائيل فيما يسمونه بمستنقع غزة، لأنه رغم كل التفوق العسكري الذي تتمتع به إسرائيل ففي النهاية هم يتحدثون عن منطقة صغيرة للغاية، يعني طول قطاع غزة لا يتجاوز 42 كيلو وعرض قطاع غزة 12 كيلو، ورغم ذلك الجيش الذي مفترض أنه متفوق على كل الجيوش العربية في المنطقة يستخدم ربما ما يزيد عن 300 ألف جندي منذ بدء هذه الحرب، لم يتمكن من القضاء على مجموعة من المقاتلين أقصى تقدير ل 30 ل 40 ألف مقاتل، أو القبض على قيادات حركة حماس كما يقول نتنياهو. وبالتالي نرى هذه الضغوط الداخلية وتحديدا من أسر الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة والذين يعني قلت في البداية أن هذا الحدث الأبرز سيكون له تأثير واضح على مسار هذه المقترحات التي نتحدث عنها، كيف يمكن أن يكون له تأثير واضح؟ ما الشروط الجديدة التي يمكن أن تضعها إسرائيل أو الرؤية الجديدة في مثل هكذا مقترحات؟ يعني على الأقل طول فترة الهدنة، هذه مسألة أعتقد أنها محل نقاش مهم الآن، وفقا حتى لما أعلنه المسؤول البيت الأبيض جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أن الحديث هذه المرة هو عن فترة هدنة طويلة ستكون أطول بكل تأكيد من الأسبوع الذي شهدناه في نهاية شهر نوفمبر. التقارير تتراوح ما بين شهرين تقترحهم إسرائيل أو 3 شهور وفقا لما تقترحه مصر، ولكن من المؤكد أن يعني ما لن نسمعه من الجانب الإسرائيلي على الأقل خلال هذه المرحلة من المباحثات. جون كيربي قال لنا لم نصل بعد إلى مرحلة المفاوضات، ولكن المباحثات الجارية يعني تتحدث عن أنه على الأقل سيكون هناك استعداد لمناقشة فترة طويلة من إطلاق النار، ولن نسمع من الجانب الإسرائيلي الموافقة على إنهاء الحرب بشكل كامل، لأن ذلك بكل تأكيد سيؤدي إلى يعني خلخلة في الحكومة الإسرائيلية الحالية وسقوط بنيامين نتنياهو. ولكن هناك تجاوب إسرائيلي على الأقل هذه المرة في الموافقة على فترة طويلة من وقف إطلاق النار، والمتوقع على الأقل أنه لو طالت بالفعل فترة وقف إطلاق النار شهرين، وحتى وفقا لما قاله نتنياهو نفسه لأسر الأسرى الإسرائيليين أن ذلك سيجعل نظريا من الصعب على إسرائيل العودة
مجددا إلى نفس هذا المستوى من جرائم الحرب التي ترتكبها في قطاع غزة، وهذا القصف المكثف والقتل يعني العشوائي وبدون حساب للمدنيين الفلسطينيين. فعلى الأقل هذا هو الافتراض، وإن كان بكل تأكيد يعني القضايا شديدة التعقيد، لأنه حتى وفقا للتفاصيل التي تسربت عن الخطط التي يتم تداولها في كل مرحلة، سيكون هناك تفاوض حول الأعداد، سيكون هناك تفاوض حول الأسماء، وبالطبع تصريحات من الجانب الإسرائيلي أنهم لن يسمحوا بخروج كل السجناء الفلسطينيين، ما يزيد عن 6000 سجين فلسطيني في سجون الاحتلال لن يخرجوا جميعا، وهو طبعا عكس ما تطالب به حركة حماس، بل إن حركة حماس وفقا لنتنياهو تطالب الآن بالإفراج حتى عن الأسرى الفلسطينيين الذين تم القبض عليهم أو إلقاء القبض عليهم في أثناء عملية الهجوم يوم 7 أكتوبر. فبالتأكيد ستكون هناك تفاصيل كثيرة معقدة حتى فيما يتعلق بمثلا من هم الجنود في سن الإسرائيليين، يعني كما نعلم جميعا يدخلون الجيش بين 18 عام وسن 50 سنة، فبالتالي حتى من تسميهم إسرائيل بمدنيين في هذه الفئة العمرية سيكون لهم ثمن أكبر بكل تأكيد من الإفراج عن السيدات أو الأطفال أو كبار السن. وفي المرحلة اللاحقة والأخيرة، وهي طبعا ستكون الأصعب على الإطلاق، الإفراج عن الضباط والجنود الإسرائيليين، لأنه على عكس ما تروج إسرائيل طوال الوقت أن هجوم 7 أكتوبر استهدف المدنيين، ففي الواقع هو استهدف بشكل رئيسي نقاط المراقبة العسكرية الإسرائيلية على طول السور الفاصل بين قطاع غزة وبقية أراضي فلسطين، وهناك عدد يعني كبير طيب بشكل من واضح الجنود خالد والضباط الإسرائيليين لدى حركة حماس. هل تتوقع أن هذه الحكومة الإسرائيلية تستبعد أصلا فكرة وقف الحرب؟ وقف الحرب، إعلان وقف حرب بشكل كامل، هو أمر لا أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة نتنياهو ستقبل عليه. وقبل يعني قليل أو قبل عدة ساعات فقط قال نتنياهو أنه يتحدث عن 6 أشهر على الأقل. ماذا يمكن أن تقدم فترة هدنة طويلة؟ ما هذا هو الرهان، أن هدنة طويلة لو استمرت 2 أو 3 شهور، فبالتالي ربما خلال هذه الشهور الثلاثة يعني سيكون هناك تطورات كثيرة على الأرض وضغوط من الأطراف المعنية المختلفة لكي لا نعود للمرحلة الحالية من الحرب. وحتى يعني الجانب الإسرائيلي في التسريبات الصادرة منه أنه حتى إذا تجددت العمليات العسكرية بعد هدنة 2 أو 3 التي يتم التداول والتناقش بشأنها الآن، فإن تلك العمليات ستكون عمليات جراحية، عمليات انتقائية. ولكن يعني دعيني برضو أشير إلى أن أحد المخاطر يعني التي تحيق بالعملية برمتها تتعلق بالخطط الإسرائيلية بشأن إقامة مناطق عازلة داخل قطاع غزة، وهو سما تكون يعني مقدمة لقدم المزيد من أراضي قطاع غزة التي يعني لا يوجد بها أصلا أي مساحة لكي يعيش فيها السكان الفلسطينيين. وسمعنا قبل قليل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يقول أنه يرفض مثل هذه المقترحات التي تدعو إلى الانتقاص من أراضي قطاع غزة، ولكنه للأسف في نفس الوقت أشار أنه قد تكون هناك حاجة إلى ما أسماه بترتيبات انتقالية من أجل ضمان سكان المستعمرات الموازية لقطاع غزة. فبالتالي هذا هو أيضا سيكون من ضمن المصاعب، لأن المقترحات الإسرائيلية العديدة يعني تقترب إلى الهلاوس من قبيل اقتطاع أراضي من قطاع غزة، أو حتى المقترح الذي أشارت له قناة CNN اليوم وقال نقلا عن مسؤولين الإسرائيليين أنهم اقترحوا إبعاد قيادات حماس عن قطاع غزة، لأنه من الواضح تماما أن من يعني قيادات هذه القيادات التي تحملت كل هذا الكم من القصف وكل هذا الكم من الدمار على مدى الشهور الثلاثة أو الأربعة الماضية لن توافق بكل تأكيد على مغادرة قطاع غزة. فبالتالي هذه كلها تحديات صعبة، وإن كان بالطبع مرة أخرى إذا استمرت، أو هذا هو الافتراض من قبل كل الأطراف المعنية المشاركة الآن في الأمور الوساطة بداية بالولايات المتحدة بالطبع، و
مصر وقطر وكل الأطراف الأخرى المعنية، الافتراض أنه إذا توقفت هذه الحرب لفترة طويلة بما يكفي شهرين أو 3 شهور، فهذا قد يجعل من الصعب وفقا يعني لكافة المراقبين العودة إلى نفس مرحلة الحرب التي نشهدها الآن والدمار الذي نشهده الآن وكل المعاناة التي يلقاها الشعب الفلسطيني في الفترة. أستاذ خالد، هناك كذلك تطور جديد أن الاثنين ربما حدثت كذلك خطوة جديدة، وهي اتفاق الأوروبيين على الدعوة لعقد مؤتمر تحضيري للسلام، وربما يقولون أن هذه خطوة يعني ستقوم بحل ما يحدث الآن، وهذه خطوة فارقة وما إلى ذلك، ويدعو لعقد هذا المؤتمر، ورغم كل الانقسامات التي كانت حادثة بين الأوروبيين اتفقوا على هذا الأمر. هل مثل هكذا خطة تأتي بجديد في ظل أن محددات السلام هي معروفة منذ سنوات؟ يعني هو تطور إيجابي بكل تأكيد، أن نسمع التصريحات القوية التي أدلى بها السيد جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية، يعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، في أعقاب الاجتماع الذي عقدوه بشكل منفصل وزراء الاتحاد الأوروبي أول من أمس مع وزير الإسرائيلي إسرائيل كاتس، ومع وزراء خارجية مصر والأردن والمملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية، وكذلك وزير خارجية السلطة الفلسطينية. وبالطبع يعني استمعنا لانتقادات شديدة الحدة من قبل السيد جوزيف بوريل لوزير الخارجية الإسرائيلي، الذي عمليا بذل كل جهد ممكن لتجنب أي حديث عن المقترحات الأوروبية بشأن عقد مؤتمر للسلام أو الحديث عن حل الدولتين. وقال بوريل أن كان يعني وزير الإسرائيلي كان يمكن أن يستفيد من وقته بشكل أفضل بدل من أن يطرح مشروعات وهمية وبصراحة تعكس نفس العقلية الاستعمارية العنصرية للحكومة اليمينية الإسرائيلية الحالية، ومقترحات من قبيل إقامة هذه الجزيرة الوهمية قبالة ساحل غزة من أجل أن نقل الفلسطينيين إليها، أو الحديث عن مشروع قطار يربط بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط. وقال بوريل أننا لم نأتي للاستماع لمثل هذه المقترحات التي لا صلة لها بالموضوع الأصلي للنقاش، وقال أنه كان يود الحديث عن كيفية يعني خفض هذه الأعداد المهولة من الشهداء الفلسطينيين الذين يسقطون كل يوم وحل الأزمة الإنسانية هناك. وقال صراحة أن الاستراتيجية الإسرائيلية على مدى الشهور الماضية لم تفلح مطلقا في تحقيق أهدافها، وقال أنه يجب أن يكون لدى الإسرائيليين خيارات أخرى. والرجل بوريل يعني هو الذي تساءل، طيب ما هي الخيارات التي لديكم بعد كل هذه الأعداد الضخمة من الشهداء؟ نتحدث عن ما يقترب الآن من 25,600 شهيد، وربما يعني خلال أيام قليلة سنصل إلى حاجز 26,000 للأسف. فقال لهم ما هي البدائل التي لديكم؟ هل ستقتلون كل الفلسطينيين؟ هل ستقومون بترحيل كل الفلسطينيين؟ لابد أن يكون هناك وسائل أخرى للتعامل مع الوضع في قطاع غزة. والحل الوحيد من وجهة نظر بوريل والعديد من وزراء الخارجية الأوروبيين هو ذلك الحل المتمثل في حل الدولتين، وبالتالي هذا المقترح بعقد مؤتمر سلام تمهيدي تشارك فيه كل الأطراف المعنية، طبعا الدول العربية، مصر والأردن والسعودية، وكذلك الولايات المتحدة والأمم المتحدة، من أجل التأكيد على أهمية طرح حل الدولتين، والتلميح بشكل ما أو لآخر إلى أن الطرف الذي لن يقبل بالمقترحات الخاصة بإحياء مسار السلام وقبول حل الدولتين سيكون هناك عواقب. لكن لا طبعا لا حديث تفصيلي عن هذه العواقب التي يمكن أن تترتب على إسرائيل. ومع الوضع في الاعتبار أنه يعني بالطبع شيء مرحب به هذه خطوة للأمام من قبل الاتحاد الأوروبي، مع وجود خلافات طبعا داخل الاتحاد الأوروبي، نحن نعلم جميعا موقف ألمانيا المخزي بصراحة للأسف الشديد في الدعم المطلق لإسرائيل، ليس فقط من خلال تقديم الدعم العسكري، ولكن أنها الدولة الأوروبية الوحيدة التي أعلنت أنها ستقف إلى جانب إسرائيل في محكمة العدل الدولية كطرف ينفي عنها تهمة الإبادة الجماعية. هناك طبعا دولة التشيك، هناك المجر، بولندا، طبعا هم أقرب إلى الموقف الإسرائيلي، ولكن في النهاية لا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي هو يعني سيكون له كلمة الفصل في هذا الأمر، لأن حتى أنهم اتفقوا في النهاية على ضرورة حل الدولتين، وهذا أمر كما ذكرت أنا منذ قليل يعني نسمعه منذ سنوات طويلة. هل بالفعل ترى هذه الدول أن حل الدولتين وارد؟ أم هذا أمر مستحيل وهم فقط يتحدثون عن ما يجب أن يحدث، ولكن هم يعلمون أن تطبيقه عمليا يصعب جدا؟
هو شوفي حضرتك اللي انا كنت عايز اقوله ان هو رغم كل اي نوايا طيبه قد تاتي من الاتحاد الاوروبي، ولكن اعتقد ان الاوروبيين انفسهم يسلمون ان الطرف الرئيسي يعني صاحب القدره الاقوى على التاثير على مسار هذا الصراع على مدى العقود الماضيه هو الولايات المتحده الامريكيه. يعني فبالتالي لا اعتقد ان الاسرائيليين يتعاملون بجديه مع المقترحات القادمه من الجانب الاوروبي، ولا يعني الاطراف العربيه في الواقع يعني تدرك جيدا ان ليس الاتحاد الاوروبي هو الذي سيتمكن من اجبار اسرائيل على قبول حل الدولتين، مع الوضع في الاعتبار طبعا الانحيازات اللي انا اشرت ليها ومواقف دوله مهمه داخل الاتحاد الاوروبي زي المانيا. ولكن طبعا حل الدولتين في اطار ما حدث في يوم 7 أكتوبر، ورغم كل محاولات الاسرائيليه لتشويه هذا الامر ويعني الادعاء كان الصراع العربي الاسرائيلي بدا يوم 7 اكتوبر فقط، ولكن هو يعني اعاد القضيه الفلسطينيه كما يتفق معظم المراقبين والوضع عندنا في منطقة الشرق الأوسط، أن ما حدث في 7 أكتوبر عاد القضية الفلسطينية إلى مركزيتها التي كانت قائمة على مدى سنوات طويلة، وتغير الأوضاع طبعا بعد العام 2011 وكل ما شهدته المنطقة العربية. فالآن هناك إدراك أن كل الأوهام التي كان يرددها نتنياهو أنه تمكن من قتل فكرة الدولة الفلسطينية، تمكن من الفصل الكامل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن طرح شعارات فارغة من قبيل السلام مقابل السلام، وأنه لا يوجد شيء اسمه السلام مقابل الأرض، كل هذا انتهى في أعقاب 7 أكتوبر. وهناك إدراك متزايد في العالم، ليس فقط في يعني الولايات المتحدة والدول الأوروبية، ولكن في العالم بأكمله، أن هناك شعب يعاني من احتلال عنصري، هو آخر احتلال عنصري من نوعه في أعقاب ما كان قائما نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. فهناك ذلك الإدراك أننا ما لم يتم تفعيل مفاوضات السلام وتسوية القضية الفلسطينية عن طريق إنشاء دولة مستقلة للشعب الفلسطيني عاصمتها القدس الشرقية، فإننا سنواصل يعني مشاهدة هذا السيناريو يتكرر من الحروب والدمار في المنطقة والتهديد لمصالح الجميع. لأن أعتقد أن الحرب الحالية يعني نطاقها في قطاع غزة لم يقتصر على قطاع غزة، فنحن نشهد موقف متوتر في لبنان، نحن نشهد موقف متوتر في العراق وفي سوريا، وبالطبع في البحر الأحمر وفي اليمن. يعني الاقتصاد العالمي الآن يتأثر بما يجري في قطاع غزة وبما يجري في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي نعود مرة أخرى للحديث عن أهمية تسوية القضية الفلسطينية والعودة إلى طاولة المفاوضات. ولكن الأهم أستاذ آية أيضا العمل على إنهاء المعاناة الإنسانية البشعة التي يعني يتعرض لها الشعب الفلسطيني. يعني قبل قليل برضو أصدرت الأمم المتحدة تقرير تحذر فيه من أن 500,000 فلسطيني يواجهون خطر المجاعة بشكل عاجل. نحن بالفعل منذ ساعة تقريبا يا أستاذ خالد أنطونيو غوتيريش كان بيجدد دعوته لضرورة وقف هذه الحرب، ويتحدث عن المعاناة التي يعيشها سكان القطاع، وأن هذا العقاب الجماعي للفلسطينيين هو جريمة حرب وما إلى ذلك. طيب، هل مأزق وموقف كموقف إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية هل يشكل أي تغيير في تحركاتها، أو يكون مؤثر بالنسبة لدولة تتحرك مثل ما تتحرك إسرائيل لا تبالي طبعا بأي قوانين أو أعراف دولية؟ يعني أنا أعتقد أن القضية التي قامت جنوب أفريقيا برفعها أمام محكمة العدل الدولية أثرت على إسرائيل بكل تأكيد، وذلك واضح من خلال حالة الغضب والارتباك التي شعرت بها إسرائيل إثر هذه القضية. وأنا كنت أشرت في البداية إلى اجتماع بين نتنياهو وأسر الأسرى المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، وفي خلال ذلك الاجتماع قال أنه إذا وافق على وقف لإطلاق النار لفترة طويلة وتبادل الأسرى فأنه لن يتمكن من العودة للحرب مرة أخرى، لأن ذلك سيتم استغلاله أمام محكمة العدل الدولية. وبالتالي محكمة العدل الدولية باتت هاجس كبير يؤرق مضاجع الإسرائيليين. ويمكن حضرتك تابعتي مع زيارة الرئيس إسرائيل مؤخرا لحضور مؤتمر ديفوس في سويسرا أنه لأول مرة يجري
يعني تقديم بلاغ ضد الرئيس الإسرائيلي يطالب بإلقاء القبض عليه، لأنه عمليا كان له تصريحات عنصرية تدعم إبادة الفلسطينيين، وشاهدناه وهو يقوم بتوقيع الصواريخ التي ستضرب المدنيين في غزة، وسمعنا عن أنه في بريطانيا أيضا هناك تحقيقات يجريها سكوتلاند يارد بشأن جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها قيادات الجيش الإسرائيلي في ضد المدنيين الفلسطينيين. فبالتالي بكل تأكيد يعني رغم الاستخفاف الإسرائيلي الرسمي بمحكمة العدل الدولية والحديث عن انحياز هذه المحكمة وكل هذه الأمور، فمن المؤكد أن اللجوء هذه المحكمة يساهم بشكل كبير في فتح إسرائيل أمام المجتمع الدولي بشكل كامل، ويعزز من مظاهر التضامن التي الواسعة التي نشهدها مع الشعب الفلسطيني في مختلف دول العالم، بما في ذلك الدول التي تسمي نفسها حليفة لإسرائيل، وعلى رأسها بالطبع الولايات المتحدة وكذلك الدول الأوروبية. والتغير القائم يعني قد لو قامت المحكمة بالفعل، وهذا ما نتمناه جميعا يعني أن يصدر في أقرب وقت هذا القرار الذي ينتظره يعني كل محبي السلام في العالم والراغبين في إنهاء المعاناة الإنسانية الضخمة للشعب الفلسطيني، أن يصدر قرار من المحكمة بضرورة وقف قيام إسرائيل بوقف هذه الحرب، مع انتظار طبعا بقية القضية والتي ستستغرق سنوات فيما يتعلق بمسألة الإبادة الجماعية. ولكن لو صدر بالفعل قرار من محكمة العدل الدولية يدعو إسرائيل بشكل مؤقت إلى التوقف الفوري عن العمليات العسكرية وهذا القصف والقتل العشوائي للفلسطينيين، فذلك سيؤثر بكل تأكيد على موقف إسرائيل على الصعيد الدولي في داخل مجلس الأمن ولدى الدول التي تدعم إسرائيل في حربها الحالية، وعلى رأسها بالطبع الولايات المتحدة. وبعد أن بدأنا نشهد بالفعل هذه المظاهر الكثيرة للاحتجاج والاعتراض داخل الكونغرس الأمريكي وداخل المجتمع الأمريكي الذي يضغط على الرئيس جو بايدن من أجل المطالبة بوقف الإطلاق النار ووقف هذا الدعم غير المشروط لإسرائيل فيما يتعلق بتقديم الأسلحة. ماك جوك رئيس أو كبير مستشاري الرئيس الأمريكي بايدن يزور مصر وقطر هذا الأسبوع، طبعا بهدف التوصل لاتفاق بشأن صفقة تبادل المحتجزين وما إلى ذلك. ما المتوقع من هذه الزيارة وما سيحدث في ظل هذه المواقف المتباينة من الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني مرة أخرى أعتقد أن الملف الرئيسي الذي يتناوله السيد بريت ماكجيرك اللي هو يعني المستشار الأقرب للرئيس بايدن فيما يتعلق بملف الشرق الأوسط هو قضية التوصل إلى اتفاق طويل المدى لإطلاق النار، أو ما أسماه اليوم جون كيربي بهدنة إنسانية. يعني لا الولايات المتحدة ولا طبعا إسرائيل ستتحدث عن وقف دائم لإطلاق في النار في غزة في هذه المرحلة، ولكن هو قال السيد كيربي في مؤتمر الصحفي الذي عقده قبل عدة ساعات أن مستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط هو بالفعل في مصر اليوم، وسيتوجه لاحقا إلى قطر، ولديه أجندة مكونة من قضيتين رئيسيتين، هو طبعا بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق وتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية وكل هذه الأمور الأخرى المتعلقة بقطاع غزة، ولكن كذلك يعني القضية الأخرى المتعلقة بما يسمى بالتسوية الإقليمية وتطبيع العلاقة بين إسرائيل وعدد من الدول العربية. ورغم يعني أنه يبدو أن ذلك الخطاب موجه أكثر إلى الداخل الإسرائيلي فيما يتعلق بإحياء عملية التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، لأن أنا أعتقد بعد تجربة الشهور الأربعة الأخيرة العودة مباشرة والحديث عن التطبيع وإعادة العلاقات الدبلوماسية وكل هذه الأمور سيكون صعب للغاية بعد هذه الحرب في ظل استمرار وجود الحكومة الإسرائيلية الحالية والمقترحات الوهمية التي نسمعها منها سواء من وزير خارجية إسرائيل أو من الوزراء الدواعش في الحكومة الحالية مثل سموتريتش ومثل بن غفير وغيرهم. فبالتالي يعني أعتقد أن الإدارة الأمريكية ربما تقول ذلك بشكل مكرر على أمل تغيير الوضع الداخلي في إسرائيل، أن خاصة طبعا اليوم بعد ما حدث في من مقتل هذا العدد الكبير من الجنود الإسرائيليين، فذلك سيسرع من الضغوط ربما الداخلية
على نتنياهو من أجل يعني البحث عن رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة تدير الأمور في إسرائيل على الأقل، من دون أن يكون هناك هذا الكم من التطرف والعنصرية من خلال التصريحات التي تصدر من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية. ولكن مرة أخرى يعني يبدو أن هذه الجولة هي ربما أكثر جدية من جولات أخرى قام بها بلينكن أو مسؤولين أمريكيين آخرين. وأعتقد أننا يعني سنبدأ في رؤية بريت ماك جوركو. بالفعل وصل القاهرة منذ قليل والتقى وزير الدفاع المصري. طيب بخصوص النقطة التي ذكرتها أستاذ خالد منذ قليل، هل بالفعل قد تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية في فكرة البحث عن رئيس حكومة جديد وحكومة جديدة أقل تطرفا مما هي عليه الآن؟ يعني أنا أعتقد أن المسألة كلها تتعلق بتطورات الوضع الداخلي داخل إسرائيل نفسها. يعني من ناحية ما بالطبع الضربة القوية والهزيمة التي يعني تلقتها إسرائيل أمس بمقتل هذا العدد الكبير من الجنود قد يؤدي إلى بالعدة أيام على الأقل إلى تبني مظهر الوحدة الوطنية الداخلية، كما رأينا اليوم المؤتمر الصحفي الذي عقده أو التصريحات التي أدلى بها نتنياهو وجالنت وجانتس. فبالتالي يعني ربما هذا الأمر قد يعني يتم تهدئة الحديث حوله لعدة أيام فقط، ولكن من المؤكد أن استمرار ضغوط الأسرى والمزيد من الخسائر التي يعاني منها جيش الاحتلال داخل قطاع غزة ستزيد من الضغوط الداخلية الإسرائيلية من أجل البحث عن رئيس وزراء آخر يتولى مهمة قيادة البلد في مثل هذه الظروف الحالية. لأنه يعني طبعا كان من الأمر اللافت حتى على الصعيد الداخلي أن يقترح يائير لبيد زعيم المعارضة سحب الثقة من الحكومة في ظل ظروف الحرب، يعني في الظروف العادية في السياق الإسرائيلي أن الدعوة إلى مثل هذه التغيرات السياسية في ظل ظروف الحرب تعد يعني طبعا ضرب في الجبهة الداخلية. وبالتالي من الواضح أن كما تشير التقارير الصحفية الأمريكية أن الرئيس بايدن والمسؤولين في إدارته لا يوجهون خطابهم إلى نتنياهو فقط، ولكن يوجهونه إلى الداخل الإسرائيلي بشكل عام، يعقدون مباحثات بحكم العلاقة اللصيقة بين الولايات المتحدة مع إسرائيل مع شخصيات مثل جانتس مع شخصيات مثل يائير لبيد. ولكن الخبراء في الشأن الإسرائيلي يشيرون دائما أن ربما المظهر الأهم للانشقاق في الداخل الإسرائيلي لم يأتي بعد، لأن حزب الليكود الذي ينتمي له رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء المتطرفين الذين يعني يشكلون الائتلاف الحالي معه يدركون أنه لو تم إجراء انتخابات جديدة أو تم تغيير في الحكومة الحالية فأنهم سيفقدون العديد من المميزات التي يتمتعون بها ولن يعودوا للحكم مرة أخرى كما هو الحال الآن. وبالتالي هذا هو السبب الرئيسي الذي يدفع الكثيرين إلى اتهام نتنياهو أنه يضع مصلحته الشخصية قبل مصلحة حتى أمن إسرائيل نفسها، وحتى طبعا بكل تأكيد قبل التمكن من إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس. لأنه لو استمر القصف الإسرائيلي بالطريقة التي يعني هي قائمة الآن وكما نشهد في خان يونس، خان يونس تتعرض لأزمة صحيح. كبيرة ولحصار ضيق وحصار خانق على مدى اليومين الماضيين. هذه التغطية أستاذ خالد آخر هذه التطورات الميدانية في قطاع غزة. الأستاذ خالد داود مدير تحرير الأهرام ويكلي كنت معي من القاهرة، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة وهذا الإيضاح. يشهد ميدان الحرب في قطاع غزة تنفيذ العديد من التكتيكات الخاصة بحروب المدن وقتال الشوارع، وفيما تتعقد معارك الحرب في غزة لدرجة أن يلجأ جيش الاحتلال إلى تنفيذ 5 عمليات إنزال جوي لتزويد قواته بالمعدات داخل محاور القطاع منذ بدء الاجتياح البري. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم تطويقه لمدينة خان يونس كبرى مدن جنوب قطاع غزة، وذلك بعدما تمركزت دباباته في المناطق الغربية من المدينة لتقطع بذلك آخر طريق تجاه الساحل. هذا فيما نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن رئيس الأركان هرتسي هاليفي قوله أن القتال في قطاع غزة سيمتد لفترة طويلة ويحمل في طياته الكثير من التحديات التي تنتظر إسرائيل. يأتي هذا بعد تصاعد حدة الاشتباكات بالأمس في وسط وجنوب غزة بشكل أفضى إلى تكسير الافتراضات والرهانات وراء هذه الحرب وفقا لمحللين. فما هي آخر هذه التطورات الميدانية وما تأثيرها على محاولات التسوية؟ نتابع أولا هذا التقرير.
ليلة أخرى تتكسر فيها الافتراضات في غزة، حيث كانت الليلة الأعنف في الاشتباكات الجارية، حيث سقط 24 جندياً وضابطاً من جيش الاحتلال في مواجهات وسط وجنوب القطاع، وهي الحصيلة الأكبر في يوم واحد من بدء الحرب. وزير الدفاع الإسرائيلي أقر بأن اشتباكات الليلة الماضية كانت الضربة الأقوى لإسرائيل، فيما وصف نتنياهو الاشتباكات بالكارثة، وأعلن أن الجيش بدأ التحقيق فيها. أما المتحدث باسم جيش الاحتلال فأوضح كيفية وقوع 24 قتيلاً، حيث أكد أنهم قتلوا في انفجار صاروخ RPG استهدف دبابة وتفجير مبنى فخخه الجيش تمهيداً لهدمه جنوب القطاع. وبين تصريح وإفادة لمسؤول إسرائيلي هنا أو هناك، تتكسر الافتراضات في حرب غزة وفق محللين، فميدان الحرب بالقطاع يكسر كل يوم افتراضاً تلو الآخر حول خفايا الصراع وضلالات الآمال والأهداف المعلقة عليها. توجد في قطاع غزة حالياً ثلاث فرق عسكرية تابعة لجيش الاحتلال تتمركز في مختلف مناطق القطاع. هناك الفرقة 98 التي تتولى مهام مناطق من وسط غزة حتى جنوبها، وفيما يتركز القتال في شمال غزة فوق الأرض، فإن مواجهات جنوب غزة وخاصة في خان يونس تتركز تحت الأرض في خضم شبكة من الأنفاق الممتدة من محور كيسوفيم حتى غرب خان يونس. في هذا المحور حدثت المقتلة الإسرائيلية الأخيرة وفق إعلان جيش الاحتلال، لكنها ألقت بظلالها حول التساؤلات الرئيسية التي لم تتم الإجابة عنها حتى الآن. لماذا تفشل إسرائيل في إحكام السيطرة عسكرياً على قطاع غزة بالرغم من فرق القوة الساحق بينها وبين الفصائل؟ ولماذا لم تستطع حتى اللحظة تحرير المحتجزين أو حتى تحديد أماكنهم؟ ولماذا تفشل إسرائيل في منع الفصائل الفلسطينية من إطلاق الصواريخ على المدن والبلدات الإسرائيلية انطلاقاً حتى من مناطق شمال غزة التي أعلنت إسرائيل السيطرة التامة عليها؟ ينضم إلينا من بيروت العميد إلياس حنا الخبير العسكري، وكذلك من القدس المحتلة فراس ياغي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما معنا في هذه التغطية. أبدأ مع العميد إلياس، نتحدث عن أعلى حصيلة يومية في القتلى من الجانب الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، هل ستصر وستستمر إسرائيل في الإصرار على إطالة أمد هذه الحرب رغم هذه الخسائر التي تتكبدها وكذلك هذه الضغوط الداخلية التي تواجهها؟ بداية تحية لك، شكرا على الاستضافة، وتحية لكل الضيوف. هذا ما يسعى إليه رئيس الوزراء، أنه إطالة أمد الحرب لكسب المزيد من الوقت للبقاء في سدة السلطة مع كل الإخفاقات حتى الآن بتحقيق الأهداف الثلاث التي حددتها الوزارة من اليوم الأول. نرى أن وطيس الحرب يصعب كل يوم عندما تضيق أفق هذه الحرب، الأرض تضيق وتصعب، وهذا يؤدي إلى خسائر أكبر في العتاد والعديد، وهذا ما نراه كل يوم، وهذا طبيعي خاصة في قتال متقارب وقتال شوارع وقتال في أماكن آهلة، بالإضافة إلى وجود أنفاق الذي يعزز للمدافع إمكانية المدافعة والكسب والربح على المهاجم، بالإضافة إلى عامل أساسي هو عامل إرادة القتال عند حماس هو أعلى بكثير مما هو عند الجيش الإسرائيلي. أوكي؟ طيب سيد فراس، أكثر من 100 يوم مضت ولم تحقق إسرائيل أي من أهدافها المعلنة حتى الآن،
وكما ذكرنا تتكبد الكثير من الخسائر، تواجه الكثير من الضغوط في الداخل، فلماذا هي مستمرة ومصرة على إطالة أمد هذه الحرب؟ وعند الحديث حتى على أي حل، عند الحديث عن أي وقف لهذه الحرب، لا يكون هناك أي استعداد أو تحمس للفكرة؟ يعني مساء الخير لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. لماذا تستمر الحرب؟ لعدة أسباب. السبب الأول والأساسي لأن نتنياهو أصبح هدفه هو الحرب أكثر من هدفه تحقيق الأهداف التي يتحدث عنها، لأن الأهداف التي يتحدث عنها لا يمكن تحقيقها، وهذا ما أفاد به جميع المحللين العسكريين والسياسيين إن كانوا إسرائيليين وإن كانوا أمريكيين. فالقضاء على حماس هي أمنية لا يمكن الوصول إليها، وتحرير الأسرى أحياء هذا حلم وضرب من الخيال، والقضاء على المقاومة والقسام بعيدا عن الواقع ولا يمكن أن تصل إليه إسرائيل. تستطيع إسرائيل أن تدمر القطاع وتسويه بالأرض وتقوم بعملية الإبادة والتطهير، وهذا ما يحدث حقيقة على أرض الواقع، لأن لدى نتنياهو ولدى حكومة اليمين أهداف غير معلنة أساسها تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للعيش. وإذا أردنا أن نتحدث عن شمال وشرق قطاع غزة فهي مناطق لا يصلح فيها السكن الإنساني الآن بعد التدمير الهائل التي أقامت به إسرائيل خلال عملياتها وتدميرها في داخل القطاع. هذه أولا. النقطة الثانية، لأن هناك تشبيع للجمهور الإسرائيلي بأن إسرائيل تتعرض إلى خطر وجودي وأن هذه المعركة معركة مصيرية بالنسبة لإسرائيل. النقطة الثالثة، لأنه تم إهانة الجيش إهانة كبرى وتم تهشيمه وتحطيمه في 7 أكتوبر، وبالتالي يريد أن يعيد الثقة إلى جنوده وإلى شعبه بأن إسرائيل التي هي جيش لها دولة. نعم هذا الجيش قادر على أن يجلب الأمن والاستقرار للمستوطنين في غلاف غزة وفي شمال فلسطين المحتلة على الحدود اللبنانية. والنقطة الأخيرة، كما تحدث العميد، لأن نتنياهو يعلم جيدا أن وقف إطلاق النار سيؤدي إلى سقوطه وذهابه إلى المحكمة، وسوف يتحمل مسؤولية الإخفاق بشكل كامل. لذلك تستمر المعركة ضمن هذه المعايير، وبالأساس رفض نتنياهو لأي مقاربات قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار، لأن الآن ارتبط مصيره كشخص، مصيره كرئيس وزراء ومستقبله السياسي في مسألة الحرب في قطاع غزة. لذلك نسمعه اليوم يتحدث عن أن المعركة سوف تستمر 6 أشهر أخرى، وهذا ما تحدث عنه في مجلس الوزراء. ومن هذا المنطلق يرفض أي مقاربات سياسية إن كانت أمريكية أو إن كانت إقليمية. لاحظي حديثي عن مسألة التبادل وتحرير الأسرى والمحتجزين، لأنه يعلم أن هناك مبادرة أمريكية مصرية قطرية وزيارة ماكروجيك للقاهرة حول هذه المسألة، قام بطرح مبادرة اعتراضية ضد المبادرة التي قد تعرض، وطبعا تم رفضها من قبل حماس، لأنه يرفض الحديث عن أي شيء اسمه وقف إطلاق النار، ويرفض الحديث عن الانسحاب من قطاع غزة، ويرفض الحديث عن حتى إيصال المساعدات الحقيقية. فهو يكذب، يقول للأمريكان أنه يوافق على إدخال 150 ألف طن من القمح، ثم ثاني يوم طيب ما هو سيد فارس كل ما ذكرته يعني يجعلني أنتقل إلى العميد إلياس ويأخذنا إلى تساؤل مهم. ما هو كلما استمرت وطالت هذه الحرب، هذا يحرج نتنياهو أكثر ويحرج الجيش، جيش الاحتلال أكثر، ويضعه في مأزق. فعلى ماذا تعول إسرائيل؟ عفوا، السؤال إلي؟ نعم، السؤال إليك عميد إلياس. أوكي، يعول نتنياهو على إطالة أمد الحرب. نعم، سنرى بعض الإشكالات التي ستحصل بين السلطة السياسية والسلطة العسكرية فيما خص مسار الحرب، تحقيق الأهداف، كيفية معالجة سحب بعض الفرق أو إخضاعها إلى
معالجات نفسية، سيحصل الكثير وبدأت تحصل. أنا أكيد أنه صار عم بيصير في مشاغبات بين وأخذ وعطاء بين السلطة السياسية والسلطة العسكرية على فيما خص كيف يتعاطوا في الميدان. وربما قد سحب اللواء جولاني ليس فقط لأنه أصيب بالخسائر الأكثر من 30%، بل يمكن أن يكون حصل مشادة بين بعض ضباطه والسلطة السياسية وطلبوا الذهاب الخروج من المعركة، وهذا ما سيحصل. ويمكن الفرقة التي تم سحبها من 10 أيام كمان عطت رأيها في الموضوع بأنها لا تستطيع تكملة المهمة والنجاح فيها بالخسائر القليلة، وهذا ما سيحصل في النهاية. لأنه تعمل السلطة السياسية على وضع أهداف كبيرة لا يمكن تحقيقها عسكريا، يمكن أن يحصل المشكلة الكبيرة ما بين السلطة السياسية والسلطة العسكرية، وهذه ممكن أن نوصل لها ويحصل انفجار في الآخر. سيد فراس، هل يبدو من كل ما يحدث أن الضغط الداخلي في إسرائيل أمر فارق بالنسبة لنتنياهو؟ أمر المحتجزين وعائلات المحتجزين قد يبدو أمر فارق بالنسبة إليه؟ يعني المشهد الإسرائيلي مختلف حقيقة أحيانا عن الكثير من المحللين، لأنهم يرونه من وجهة نظرهم ولا يرونه من وجهة نظر الإسرائيلي. أولا، الإسرائيلي معتد بنفسه ويجد أن لديه القوة ولديه الغرور الكامل وأن لديه فائض من القوة قادر على أن يضرب غزة ويضرب لبنان ويواجه في داخل الضفة الغربية، والجيش يتحدث حول ذلك حتى للسياسيين بهذا الخصوص. لذلك المقاربات تحت مفاهيم عسكرية لا تزال حتى الآن مستمرة تحت عنوان أن لدينا القدرة على تحقيق الأهداف المعلنة من قبل الحكومة الإسرائيلية، وهي إضعاف قدرات حماس سلطويا وعسكريا والوصول إلى مسألة تحرير الأسرى والمحتجزين، إما بالضغط على قيادة المقاومة والقسام في داخل قطاع غزة من أجل تخفيف السقف وتخفيف المطالب بهذا الخصوص، وإما أن توافق على انسحاب قيادة حماس ككل من داخل قطاع غزة إلى الخارج تحت عنوان الحصار والضغط العسكري. الوضع في داخل إسرائيل حتى الآن هناك إجماع إلى حد ما، يعني صحيح هناك تناقص الآن، ولكن هذا التناقص لا يؤدي حقيقة إلى تغيير المشهد في إسرائيل. المشهد في الداخل الإسرائيلي لا يزال يدعم الحرب ولا يزال يدعم الجيش. لاحظي عندما انسحبت الفرقة وفرق الاحتياط قبل يومين ماذا كتبوا يافطات، يعني خرجوا يقولوا لقد تم تسريحنا ولم نفز، وهم هنا يتهمون أنهم يريدون أن يستمروا في القتال. ويبدو أن اليمين الإسرائيلي الذي يتحكم بالكثير من ضباط وقيادات الكتائب في جنود الاحتياط يحاولون أن يسوقوا الموقف الليكودي والموقف اليميني في داخل إسرائيل بهذا الخصوص. صمود المقاومة وإيقاع الخسائر البشرية والاقتصادية في الجانب الإسرائيلي على المدى المتوسط هو الذي قد يؤدي إلى أن يتغير المشهد في داخل إسرائيل. أما المشهد الحالي في داخل إسرائيل فهو مشهد لا يزال مشبع بالانتقام ومشبع بضرورة الحفاظ على أمن وسلامة هذه الدولة، ومشبع بضرورة تحقيق الأمن الكلي للمستوطنين في غلاف غزة وفي الجبهة الشمالية. لذلك رأينا بالأمس كيف كانوا يفجرون المنازل في مخيم المغازي على بعد 600 متر من سلك الحدود مع إسرائيل، وكيف حدث التفجير المركب الذي قامت به القسام وأدى إلى الخسائر الكبيرة. ماذا كانت ردة الفعل؟ ردة الفعل الاستمرار في القتال، سندفع أثمان كبيرة من أجل الدولة الإسرائيلية ومن أجل الوجود، لا نستطيع أن نعيش في هذه المنطقة إذا لم ننتصر على حماس في داخل قطاع غزة. هذه الأفكار التي تطرح للشارع الإسرائيلي، والشارع الإسرائيلي لا يزال مقتنع بهذه المسألة. لذلك طبيعة الصراعات في داخل دولة إسرائيل هي حول تغيير الأولويات. هناك من يطالب بأن يكون هناك الهدف الأول هو الأسرى والمحتجزين حتى لو أدى ذلك إلى وقف إطلاق نار. هذا الوقف الإطلاق نار ليس بالضرورة أن يكون دائم،
ولكن هذا وقف إطلاق نار يؤدي إلى تبادل الكل مقابل الكل، وثم على رأي إيزنكوت ملح كين نحارب حماس سنحاربها لاحقا، بما معنى أن التوجه في مسألة الحرب لازالت مستمرة في الداخل الإسرائيلي. يجب أن يكون هناك تحرك دولي حقيقي في هذه المسألة، هناك مراهنة على موقف محكمة العدل الدولية بحيث يصدر قرار بهذا الخصوص يؤدي إلى ذهابه إلى مجلس الأمن من أجل وقف إطلاق نار مؤقت لكي تقوم المحكمة بدراسة إذا كان هناك إبادة جماعية في داخل قطاع غزة. هنا ستظهر المواقف الأمريكية إذا كانت فعلا كما تتحدث وتريد الذهاب إلى هدنة إنسانية وتريد عدم توسيع المعركة في المنطقة وتريد الذهاب إلى مقاربات سياسية أم لا. أما حتى طيب يعني عذرا على المقاطعة سيد فراس، ولكن الأخبار العاجلة تقول نقلا عن رويترز أن هناك جهود وساطة مكثفة لمصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية تركز على هدنة لمدة شهر في غزة. إذا تم التوصل لمثل هكذا اتفاق عميد إلياس، ما الذي يمكن أن يحدث خلال هذه المدة؟ طبعا سيكون الحديث عن تبادل الأسرى ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وكل هذه الأمور من مساعدات طبية، وسيعاد البحث في وضع الدولتين، حل الدولتين، على أمل أنه إسرائيل تقبل بالحلول المطروحة على الطاولة، لأنها هي الوحيدة التي تعارض حل مثل هذه الحلول، على أمل أنه يصير في حل سريع بهالموضوع وكل الدول تساعد بهذا الموضوع طبعا. إذن انتهى وقتي، وكان معي من بيروت العميد إلياس حنا الخبير العسكري، وكذلك كان معي من القدس المحتلة فراس ياغي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. شكرا لكما على هذه الرؤية وهذا التحليل. أشكر حضراتكم كذلك على طيب المتابعة، كنت معكم على مدار هذه التغطية، أنا آية لطفي، وإلى اللقاء.